إحنا حقيقة إذا كنا نتعامل مع قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه كنا نتمكن أن ننقذ الغربيين من هذا الضياع وهذه الحيرة التي يعيشون فيها. وكم من المئات الملايين يمكن على مر التاريخ. أحد الإخوة كان جاي من الهند كان يقول في طبقة المنبوذين الموجودين في الهند وهم بالملايين أرضية جيدة أكو لقبول الإسلام. هي إذا قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه كانت تطرح على المنبوذين ماذا كان يحدث فيه؟ الفاضل الدربندي ينقل في بعض كتبه هذا النموذج واحد من ملايين النماذج. يقول أنه من كبار الهندوس على أثر قضية تشيع وترك الهند وجاء إلى كربلاء. يقول الآن هذا الرجل من أعبد وأزهد أهل كربلاء، واحد عابد وثن كافر يتحول إلى واحد من أعبد وأزهد أهل كربلاء. هذه القدرة الهائلة على التبديل والتحويل الموجودة في قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه.